تزامناً والمداهمات الميدانية التي تنظمها مديريات التجارة في مختلف ولايات الوطن والتي كشفت خلال خرجاتها أن العديد من تجار الجملة يتعاملون بسلع غير مفوترة، خاصة فيما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك لدى المواطنين، ضاربين بذلك القانون عرض الحائط. مشكل يطرح الآن هو مشكل الفاتورة، دونك يقدر يتلاعب في الأسعار. أنا كي نقول لي بلي الفرد يدير 20,000 ونحب نشوف فاتورة تقول تأكد باللي صح شراه بهذاك الثمن وراه يبيع فيه هو ب 20,000 البائع تجزئة ما نصيبوهوش، وهذه هي الكارثة. هنا يصير التلاعب، وهنا واسمو التاجر هذا تاع الجملة راه يتلاعب بقدرة شرائية تاع المواطن. عدم فوترة السلع هو فتح نافذة نحو التلاعب بالأسعار وعدم استقرارها بالسوق، ما يعود سلبا على المواطن والاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب على الحكومة فرض منطقة إلزامية الفواتير من أجل ضبط أسعار السوق. وما زالت الفوترة في الجزائر غائبة يعني في كثير من النشاطات التجارية. يعني هذو الاختلالات كامل أولا ما همش في صالح الاقتصاد الوطني، ثانيا ما همش في صالح المستهلك الجزائري، لأنه بطريقة عدم الفوترة وانتشارها في السلسلة التجارية الجزائرية للأسف شديد نشوفوا أنه السماسرة منتشرين بشكل كبير. جمعيات حماية المستهلك ناشدت السلطات لتقديم التسهيلات وتخفيف القوانين على التجار، خاصة تلك المتعلقة بالضرائب، من أجل خلق ساحة تستقطب التجار للعمل بطريقة قانونية تساهم في التحكم في السوق من كافة الجوانب. الآن احنا باه نخليو التجار يروحوا للفوترة لازم نعطيهم ترغيبات، لازم نعطيهم محفزات. على الأقل هذا النظام الضريبي في الجزائر ماهوش قرآن، على الأقل نقدموا للتجار محفزات من أجل استقطابهم في السوق النظامي ومن أجل استعمال الفوترة. مداهمات ميدانية كشفت عن المستور في العديد من محلات بيع السلع بالجملة التي لا يهتم أصحابها إلا بالربح، غير آخذين بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يترقب وضع قوانين رادعة تفرض على كل التجار العمل بشكل قانوني من أجل ضبط أسعار السوق.